والآن أعزائي المشاهدين، ننتقل في بث حي ومباشر من مدخل حي الوعر ومراسل الإخبارية من هناك أسامة ديوب لنقل وقائع خروج الدفعة الرابعة من مصالحة حي الوعر. أسامة. نعم رائف، تحية لك وتحية لمشاهدينا. نعم أسامة، تفضل، ضعنا في آخر التطورات لديك. نعم رائف، عملية خروج المسلحين بسلاحهم الفردي مع بعض عائلاتهم ما تزال مستمرة حتى الآن. هذه العملية والتي بدأت حوالي الساعة 6 صباحا مع دخول أولى الحافلات لنقل المسلحين من داخل الحي إلى المدخل الغربي هنا في هذه النقطة تحديدا بالقرب من الفرن الآلي. طبعا مع حوالي الساعة 7 كان خروج أولى الحافلات من هذه المنطقة باتجاه منطقة جرابلس. من المتوقع اليوم أن يكون هناك خروج حوالي 1500 أكثر من 1500 مسلح، عفوا اكثر من 1500 شخص بينهم 400 الى 500 مسلح. حتى الان تم خروج حوالي 15 حافله كان فيهم 717 شخص بينهم 242 مسلح. طبعا عمليه خروج المسلحين ستكون وجهتهم باتجاه مدينه جرابلس كما ذكرنا الى منطقه تادف. فهذه العمليه والتي ستتم بتامين الطريق من قبل الشرطه العسكريه الروسيه وقوى الامن الداخلي. طبعا كما نلاحظ هنا انتشار لقوى الامن الداخلي في هذه المنطقه ولتقوم بتامين عملية خروج المسلحين من داخل الحي حيث يصلون هذه النقطة تماما هنا، حيث يقوم قوى الأمن الداخلي بتفتيش المسلحين مع بعض عائلاتهم الذين يوصلون هذه النقطة، ومن ثم يصعدون إلى الحافلات التي ستقلهم إلى منطقة تادف. طبعا هناك دور كبير جدا لقوى الأمن الداخلي خلال هذه المرحلة وأيضا ما بعد خروج المسلحين من حي الوعر. معي الآن سيادة اللواء خالد هلال قائد شرطة محافظة حمص ليحدثنا أكثر عن دور ومهام قوى الأمن الداخلي في هذه المرحلة وما بعد خروج المسلحين وعودة الحي آمن وحمص تكون خالية من السلاح والمسلحين. نعم، دور قوى الأمن الداخلي دور أساسي ومحوري منذ البدايات الأولى ووضع اللمسات الأخيرة لاتفاق الوعر. كنا متواجدين هنا وكنا نجتمع بهذا الفرن بهذا المقر، وتوصلنا إلى اتفاق مع هؤلاء المسلحين على خروجهم كاملا من حي الوعر. اليوم الدفعة الرابعة، منذ صباح الباكر بدأنا أمننا المكان أمنيا من الناحية الأمنية وبدأ خروج المسلحين وتوافدهم إلى هذا المقر، ومن ثم الركوب بالحافلات إلى المناطق التي سيقصدونها. نحن في الأيام القليلة القادمة سيتم خروج آخر مسلح من حي الوعر. مدينة حمص ستكون مدينة بلا قذائف. القذائف التي أرقت المواطنين في هذه المدينة الآمنة واستشهد الكثير من المدنيين من جراء قذائفهم الإرهابية. مدينة حمص ستكون مدينة آمنة في الأيام القليلة الأسابيع القليلة القادمة. أعددنا العدة وبدأت تجهيزاتنا لإعادة النظام والأمن إلى هذه المدينة فور خروج آخر مسلح. قواتنا أصبحت جاهزة، قسم شرطة الوعر وإضافة إلى كتائب حفظ الأمن والنظام والمهام الخاصة ستتوزع على حي الوعر، وسيكون هذا الحي آمن 100%. سيد اللواء، لدينا معلومات عن احداث مكتب للشؤون المدنيه، ما دور قوى الامن الداخلي بالنسبه لهذا المكتب والتعاطي مع المواطنين، وخاصه ان هناك من يقول لهم ان الذهاب الى هذا المكان، هناك فرع امن جنائي لا تذهبوا الى هذا المكان، كيف يتم التعامل مع المواطنين القادمين لتسجيل ابنائهم او عقود الزواج التي تمت خلال الفتره الماضيه، تواجد المسلحين خلال الثلاث سنوات الماضيه؟ نعم، اخترنا نقطة قريبة جدا من حي الوعر، وهذه النقطة كانت هي نقطة التماس فرع الأمن الجنائي، هذا الفرع الذي قدم الكثير من الشهداء وصمد ولم يسمح للمسلحين بتجاوز هذه الثغرة أبدا باتجاه مدينة حمص وباتجاه الأحياء الآمنة. هذا الفرع تحول اليوم، جزء منه حولناه إلى استقبال لأهالي الوعر لاستقبال هذه الحالات الذي تتحدث عنها، وهي حالات الشؤون المدنية، إخراج الهويات والبطاقات وإعطاء بعض البيانات لبعض الناس في حي الوعر، إضافة إلى أنه تم إحداث غرفة مؤقتة
هي غرفة للقاضي الشرعي، حيث يقوم بإجراءات الزواج والطلاق وباقي الأحوال المدنية بالنسبة لأهالي الوعر. أيضا هناك كاتب غرفة وضعنا فيها كاتب العدل، وهذا الكاتب يقوم بتنظيم الوكالات العامة والخاصة وبعض الأمور القانونية الخاصة بأهالي هذا الحي. يوميا سمحنا بدخول الناس إلى مدينة الوعر، يقدر عدد الداخلين بحوالي 500 شخص، ونحن نشجعهم على الدخول وتفقد منازلهم وأيضا البقاء في هذه المنازل كي لا تتعرض لأي سرقة. أصبحت الحركة مقبولة باتجاه هذا الحي، ونحن نشجع كافة المواطنين الذين هم خارج الوعر حاليا لتفقد منازلهم وإعلامنا عن أي شيء يحتاجونه، إضافة إلى أنه نشجع المسلحين واستنادا إلى مرسوم العفو الذي صدر عن السيد الرئيس، نشجعهم على إجراء التسويات والمصالحات والحصول على البطاقة المطلوبة، وهذا مكرمة من القيادة ومكرمة من السيد الرئيس لكي يعودوا إلى حضن الوطن. سيادة اللواء، بالنسبة للمواطنين اللي تم هناك أضرار في منازلهم أو تعرض منازلهم للسرقة من قبل المسلحين، ما هو الإجراء الذي يجب عليهم أن يتخذوه بالنسبة لمراجعة قسم شرطة الوعر؟ نعم، هناك الكثير من المواطنين تعرضت منازلهم إلى أعمال التخريب أو إلى السرقة. هؤلاء المسلحين يسرقون بعضهم البعض، فأي مواطن في هذا الحي تعرض منزله أو أثاثه إلى أي اعتداء أو أي سرقة فليحضر إلى قسم شرطة الوعر أو حاليا إلى فرع الأمن الجنائي المحاذي للوعر، ويقدم البيان أنه يملك أو يستأجر البيت بشكل أصولي، ونحن نقوم بتنظيم الضبط اللازم له وإعطائه الوثيقة اللازمة. شكرا سيادة اللواء، شكرا لك. نعم رائف، لاحظنا كلام سيادة اللواء خالد هلال حول الإجراءات التي تم اتخاذها بالنسبة لأهالي حي الوعر من دخول وخروج، وأيضا من تنظيم عملية الشؤون المدنية من عقود زواج وأخراج قيد وبطاقات شخصية للأشخاص. طبعا عملية حي الوعر مصالحة في حي الوعر من أهم شيء فيها كانت هي عبارة عن حوار سوري، هذا الحوار أدى إلى المصالحة في هذا الحي. مع نهاية شهر نيسان كما صرح محافظ حمص هذا الحي سيكون خالي من السلاح والمسلحين، وستعود مدينة حمص آمنة، أي مدينة حمص سيكون هناك ربيع جديد لحمص، ربيع جديد لحمص ستزهر من جديد. حمص هذه المدينة المعروفة باسم أم الفقير، حمص أم الحجار السود، والتي معروفة أيضا باسم مدينة السلام. هذه المدينة التي عانت جدا من الإرهاب ستعيش الأمان، ستنعم بالأمان قريبا بهمة رجال الجيش العربي السوري، بهمة الشرفاء في هذه المدينة. طبعا مدينة حمص كما ذكرنا سابقا تعرضت كثير للإرهاب، أبناء مدينة حمص طواقون جدا لأن يعود الأمن والسلام إليهم. طبعا كما نلاحظ الآن وصول أسامة عدد من أسامة المسلحين مع بعض عائلاتهم من داخل حي الوعر. أسامة تسمع؟ نعم رائف. أسامة كنت أريد أن أسألك، نعم رائف معك أسمعك. هذه الدفعة عدد الأفراد والعائلات، يعني عدد المسلحين وعائلاتهم، هل لديك معلومات؟ حتى الآن الحافلة 15 خرجت، هناك 717 شخص بينهم 242 مسلح رائف. إذن حجم يعني عدد أفراد المسلحين وعائلتهم 717 فردا. 17 فردان بينهم 242 مسلح. خلال الدفعات الثلاثة التي خرجت كان هناك ما يقارب أكثر من 5000 شخص خرجوا، بينهم أكثر من 1700 مسلح. طبعا كان وجهة الدفعتين الأولى والثانية إلى منطقة جرابلس، وأيضا خروج الدفعة الثالثة باتجاه إدلب. يا رائف عفوا، كما ذكرت قبل قليل عملية خروج المسلحين مستمرة، هذه إحدى الحافلات التي أقلت المسلحين من داخل حي الوعر. مع
بعض عائلاتهم. كما نلاحظ هؤلاء المسلحون يحملون أسلحتهم الفردية. وأيضا لزميلي نزار تركز على نوع السلاح هون، بعض الأسلحة الأمريكية الموجودة معهم، وهذا يدل عن حجم الدعم الذي كان يقدم من الأمريكيين للعصابات والمجموعات الإرهابية في مدينة حمص وفي جميع أنحاء سوريا. بالنسبة للعدوان الغاشم الذي قامت به الولايات المتحدة فجر أمس، كان هناك رد واضح وصريح من أبناء مدينة حمص عن هذا العدوان الغاشم، والذين أكدوا تمسكهم والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري وفخرهم واعتزازهم بما حققه الجيش العربي السوري خلال 6 سنوات أو 7 سنوات من خوض المعارك العنيفة مع إرهابي جبهة النصرة وإرهابي تنظيم داعش. رجال الجيش العربي السوري الذين كانوا في كل مكان في كل الظروف الجوية يقاتلون في الحرارة المرتفعة وفي الحرارة المنخفضة. نعم، في كل الظروف الجوية في الجبال. هؤلاء الرجال لن تكسر هزيمتهم. حمص قريبا إن شاء الله ستعلن آمنة وسيعود تعود نبض الحياة إليها كما عادت نبض الحياة إلى حمص القديمة بعد خروج المسلحين. وكانت أول مصالحة في سوريا هي في شهر آذار في مدينة حمص. حمص قريبا إن شاء الله ستعلن آمنة وسيعود الأمان إليها وسيكون هناك ربيع جديد في هذه المدينة. أسامة، في سؤالي الأخير لك، يعني هل من وقت زمن متوقع لانتهاء هذه الدفعة اليوم؟ حاليا كما علمنا هناك ربما يخرج اليوم أكثر من 1500 مسلح. هذه العملية ربما تستمر حتى الساعة 4 أو 5، وربما حسب العملية اللوجستية من خروج المسلحين من داخل الحي وصولا إلى هذه النقطة ومن ثم خروجهم وانتقالهم إلى الحافلات التي تستقلهم باتجاه إدلب، ربما هنا حتى الساعة 5 أو 6 كما في المرات السابقة في هذا الوقت تقريبا تنتهي هذه العمليات. نعم رائف. نعم، إذن مراسل الإخبارية السورية أسامة ديوب من مدخل حي الوعر، أشكرك وأشكر ضيفك اللواء خالد هلال قائد شرطة محافظة حمص على أن نبقى معك في ورود أي جديد لديك. في السياق ذاته أكد محافظ حمص طلال البرازي لمراسل الإخبارية هناك بدء خروج الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر وبعض عائلاتهم إلى الشمال السوري، وذلك استكمالا لتنفيذ بنود اتفاق مصالحة حي الوعر. نؤكد بأن اتفاقية حي الوعر في مرحلتها الثالثة والأخيرة تنفذ وفق البنود المتفق عليها، وما هو مقرر اليوم خروج الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر مع عائلاتهم. الوجهة السابقة كانت باتجاه إدلب، اليوم باتجاه جرابلس ريف حلب الشمالي الشرقي، أيضا العدد بحدود 1500، بينهم سيكون على الأقل 400 و450 من المسلحين. هذه الأعداد تقريبية، في المرة الماضية خرج 1870، واليوم هناك عدد مشابه تقريبا ربما أقل أو أكثر بقليل. والعملية مستمرة أسبوعيا، هناك دفعة تخرج ويتم تنفيذ بنود الاتفاق وفق ما هو متفق عليه. أعتقد أن نهاية هذا الشهر شهر نيسان ربما نشهد خروج الدفعة الأخيرة وإعادة الأمان والاستقرار إلى الحي بعد خلوه تماما من السلاح والمسلحين. بدوره دعا أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمار السباعي أهالي الوعر إلى البقاء في الحي، ودعا المسلحين إلى تسوية أوضاعهم للبقاء في الحي. اليوم كما تشاهدون تسير الحافلات باتجاه جرابلس. الآن الحافلة الرابعة أو الخامسة انطلقت لتجمع الحافلات باتجاه جرابلس. أنا بهذه المناسبة أدعو أهالينا في حي الوعر إلى البقاء في الحي، إلى البقاء في الحي. لا يوجد هناك تهجير خلافا لما تشيعه بعض القنوات المغرضة والتي تقول أن هناك تهجير، لا يوجد تهجير، على العكس تماما، توجد عودة للمواطنين وأهالي الحي إلى الحي. أنا أقول للجميع البقاء بهذا الحي بضمانة الدولي، بضمانة الدولي بكل الأحوال. يتم بنفس الوقت إجراء عمليات تسوية لكل من يرغب بإجراء عملية تسوية
سواء من المسلحين أو المطلوبين، وبعد إجراء عملية تسوية سيحصل على وثيقة تثبت بأنه أجرى عملية تسوية مع بقائه في الحي آمنا مطمئنا بضمانة الدولة. بنفس الوقت تم فتح الطرقات لدخول وخروج المواطنين وإدخال المواد الغذائية إلى الحي. هذا الحي الذي كان آخر معقل للإرهاب في حمص سيصبح الحي آمنا، وستصبح إن شاء الله مدينة حمص آمنة مطمئنة خلال الأيام القريبة القادمة بعد إنجاز الاتفاق.